أنسة في لك تليفون. إلي أنا؟ إيه. ألو؟ أنا كتير مشتاق لك حبيبة قلبي إيشكي. كيف الوضع عندي؟ بالسجن؟ قديش دفعت للجرسون والمدير يا مايانك؟ مصاري كتير. شو بدنا نعمل؟ نحن بعصر المصاري. لو إنك وافقتي تتزوجيني أنا ما كنت مضطر بكل هالمصاري، ولا كنتي رح تتعفني بالسجن. أنت مفكر إنك انتصرت علي ما هيك؟ لا مو مفكر بنوب، أنا متأكد إن انتصرت. صح الضربة اللي وجهت لي إياها كانت قوية، بس إذا مفكر إنك ربحت بتكون غلطان. أنت عملت كل هاد لتحصل على سونالي مزبوط، بس أنت ما قدرت تطول ضفرة. لك أنت شو فكر؟ إنك حدا مميز؟ أنت واحد تافه وحقير مثلك مثل كتار غيرك. اسمع، أنا خسرت جولة واحدة، وبس أطلع من هون وقتها رح دمرك وأقضي على مستقبلك بطريقة ما بتتخيلها، لدرجة ما عاد فيك تواجه حدا بالدنيا كلها. عم تفهم؟ رح علمك كيف تهدديني يا عشكي. لو سمحت قولي لي إذا إجاني اتصال تاني لا تعطيني إياه. ليش وطيتي الحرارة هيك؟ هلأ بتمرضي. بس أنا ماني حاسة بالبرد. يعني إذا ما رفعت الحرارة هلأ عن جد رح أمرض وأتعب كتير. أنا بعرف أهان إنك هلأ كتير مزعوج، يعني صح صار عرس سونالي بس مو مثل ما أنك مخطط أبداً، وكل ما تتذكر عرسها أنت أكيد رح تتذكر اللي صار مع رفيقك مايانك. ما بعرف شو كانت مشكلة إيشكي ومايانك، بس شوفي ريا، ما رح أقلك إنه مايانك كان خطيب مثالي لإيشكي، بس لما إجينا على المنتجع هو عم يتحسن ويحاول يصلح أخطائه. كان معتني بإيشكي وداير باله عليها، بس ليش إيشكي اتهمته إنه حط شي بالعصير؟ شو اللي ممكن يخلي أي شاب يعمل هيك مع خطيبته؟ ما في أي سبب أهان، أنت معك حق. بس ليش؟ قلبي حاسسني إني غلطان. إيه مايانك. مرحبا أهان، أنا بحاجتك كتير يا أخي، بترجاك تعال عندي. يلا جاي فورا، مايانك بده يعني ضروري، ما رح أتأخر عليكي. إشكي خالتي؟ خالتي خالتي، انت شو جابك لهون؟ ما كان لازم تجي ابدا. لكن انت اللي لازم تجي. شو مشان الوعد اللي قطعتي لي اياه واحلامك وعرسك؟ انت ليش خربتي كل شيء؟ بس على الاقل خبريني لي يا بنتي، ليش عملتي كل هالشيء؟ مايانك اللي شبك فيك شي؟ أنا حاولت إني أقنعه لقلبي إنه ينساه، بس هو بيحبها كتير لإيشكي. هي كسرته، هي دمرت لي حياتي كلها يا أهان. وتأكد أبي وأمي إذا بيصر لهم أي شي أنا ما رح أقدر كمل حياتي من بعده. عمي ما رح يصير له شي، اطمن، بس أنت اهتم بحالك. اتفقنا؟ معقول تكون إشكي عملت كل هالمشاكل لأنه عنده مشاعر تجاهي؟ قديش بكره حالي وبكرهك يا إشكي. خالتي أنا كل شي فيني إلك يا هلأ إنه مايانك هذا ما طلع مثل ما أنا مفكرينه أبدا. شو طلع؟ قلي لي إشكي، هو شو طلع؟ شو اللي ما شفته بمايانك وإنتي شفتيه فيه؟ كل عمره بيحكي معنا بكل حب واحترام، واليوم حاول ينتحر. خالتي بترجاكي، شو هالمجتمع اللي عايشين فيه؟ ليش لما الزلمة بيضرب مرته منعتبر إنه هالشي كتير طبيعي، ولما يعاملها باحترام ومحبة منحس كأنه مفضل عليها ولا كأنه هالشي من واجباته الزوجية؟ ليش خالتي؟ وبخصوص السيد مايانك، هو ما ضربني ولا حتى أذاني، بس سبب لي جرح كتير كبير
يا خالتي، تجربتك بالزواج خلتني اتعلم دروس كتير. تعلمت انه احسن للبنت تقضي عمري عزبة على انها تتزوج رجال غلط. لهيك انا بفضل ابقى عزبة كل عمري على اني اتزوج شخص مثل مايانك حقير وواطي. قليلي، مين بدك تحاربي لحالك يا إشكي؟ الكل. كل مين بيوقف بوشي رح حاربه، وانا مو لحالي. انتي معي مزبوط؟ ولما اطلع من هذا المكان رح نروح على بيت جديد ونبلش حياة جديدة هنيك. ألو؟ شو هالحكي؟ كيف فيك تقلعنا؟ انت اخذت رعبون منا. ألو؟ خالتي، شو صار؟ مين هاد؟ صاحب البيت الجديد شاف صورك وقلعنا من البيت. انتهى وقت الزيارة لو سمحتوا. يا خالتي، هنن فيهم ياخدوا منا البيت، مو مشكلة أبداً. المهم إنك أنتي معي، ولا تخافي يا قلبي، بوعدك بس أطلع من هون صلح كل شيء. إشكي، لا تبكي كرمالي. لك أنت كيف بتعين بشركتك بنت متهمة بأنها سبب بجريمة انتحار؟ بس تخيل إذا هي الأخبار انتشرت بالجرايد، ساعتها سمعتك رح تتدمر. تأكد أستاذ، نحن ما رح نوظف هاي البنت بالشركة. ما كفاك إنك حبستها ولسه عم تعمل كل هذا الشيء؟ رح دمر حياتها، صدقيني ما رح أرحمك أبداً. أخي، أنت ما بتعرف السبب اللي خلى إشكي تساوي هيك؟ لا، أنا بعرف ليش عملت هيك، كله مشاني. هي قالت لي إنها معجبة فيني وكانت حابة تتزوجني كمان، بس كانت رح تتزوج من مايانك مو مني، لهيك حاولت تتأخر هالزواج، ومايانك وأبوهنن اللي دفعوا الثمن. بس هلأ إشكي رح تنال عقابها. بترجاك ما تعمل هالشي. إشكي ما لاقي حدا بالدنيا بترجاك. هي اللي عم تدافع عنها، خلت زوجها المستقبل يحاول ينتحر، ورغم كل هالمهزلة هي، مايانك لحد الآن عم يحاول يعتذر منها وكان بده يتزوجها كمان. يا أخي، أنا ماني مبسوط إنه رفيقك بالمشفى، يلي صار معه كان غلط، بس كمان يلي عم تعمله أنت مع إشكي غلط كبير. هي البنت ارتكبت غلطة وحدة، وغلطها هو حبها لألك. لا، أكبر غلط عملته إنها عطت أهمية لمشاعرها أكثر ما عطت أهمية لعائلتها. شو الفائدة من الحب اللي بيدمر العائلة وبيأذي اللي حواليه؟ هذا النوع من الحب أنا بكرهه كتير. أخي، أنا ما بدي جادلك بهذا الموضوع هلأ، بس كل اللي عم قوله إنه عرس إشكي التغى وهي هلأ قاعدة بالسجن. هي تعاقبت هلأ. لا، اللي عملته مو قليل أبداً ولازم تتعاقب عليه، لازم تتربى منيح من عملتها مشان المرة الجاية تفكر ألف مرة قبل ما تدمر أي عائلة. عم تفهم؟ أخي، جاوبني على سؤال واحد بس، بعد الشي اللي عم تعمله بيشكي رح تقدر تنام بالليل أنت؟ أنا آسف يا أخي، هذا الحكي مو إلك، نسيت مع مين عم أحكي. أنت ما بتشارك حدا الشي اللي بتحس فيه أبداً، الناس الطبيعية بتعمل هيك، بس أنت عايش بالإنكار. خسرت بيتي وشغلي وكل شي بملكه كمان، بس أنا ماني ندمانة على شي. كان الموضوع صعب، بس رح أرجع أبني كل شي من جديد. بس الشي الوحيد اللي مزعلني إنه مايانك رح يقدر ينفذ بعملته الوسخة، وما في طريقة أمنعه وأنا محبوسة هون. أمي بترجعكي، ساعديني يا أمي. أخي، جاوبني على سؤال واحد بس، بعد الشي اللي عم تعمله بيشكي رح تقدر تنام بالليل أنت؟ شكراً كثير خالتي. إشكي، أنت منيحة؟ إشكي خالتي، أنت شو عم تعملي هون؟ أنا جبت كارتك لهون كرمال يدفع كفالتك، بس طلعتي قبل. مين اللي دفع الكفالة؟ ما بعرف. أخي، أنا عم استناكي هلأ جنب المسبح، بس تطلعي تعي فوراً. صار لازم ننهي الموضوع، ورح تخبريني ليش عملتي هيك، وإذا كان معك حق يا إشكي ما رح أتخلى عنك مهما صار، لو الدنيا كلها توقف ضدك. أنا ناطرك، تعي تعي بسرعة. خالتي كارتيك، أنا لازم روح. أنا متأكدة إنه هذا اللئيم رح يسمعني للآخر، هو على طول كان يدعمني وهلأ كمان. ترجمة
يعني نحن في بيناتنا كيمياء. طول الليل وأنا عم بستناك يا إشكي، بس أنتي ما إجيتي. شو جاي تعملي هون؟ ما حدا بده يشوفك بهذا المكان، يلا لبرا. ستي أنا بدي أشوف أهان لمرة واحدة. لك إذا قلتي اسم أهان على لسانك الوسخ مرة ثانية. ستي أنا بدي، أنا عطيتك فرصة أخيرة يا إشكي وأنت رجعتي ضيعتيها. بترجاك اسمعني مرة واحدة بس. خلص بقى، ما في شي ينقال أو ينسمع. عن جد ما بقى أي شي بينقال. بس في حقيقة واحدة أنت لازم تعرفيها، وهي إني بكرهك. بكرهك يا إشكي. كارتيك، إذا بشوف هي البنت عم تدور حوالينا مرة تانية رح تكون هي المسؤولة عن كل شي ممكن يصير. هالمرة اكتفيت بالحكي، بس صدقيني المرة الجاية رح دمرك فعلاً. انتي خسرتي يا إشكي، خسرتي. بترجاك بس خليني روح، بترجاك. أنا قلتلك إذا بشوفك مرة تانية رح دمرك. بحياتي ما عاد أرجع لهون، ما رح تشوف وشي أنا. بوعدك وكيف بدك تعوضي هالناس عن كل شي انتي دمرتيه؟ ولك انتي دمرتي عائلتين وخسرتي ثقتهم فيكي، ومو بس هيك وخسرتي قلبي. احكي إشكي، ليش هيك عملتي فيني؟ ليش؟ ما رح تجاوبيني؟ طيب ماشي، رح اضطر استخدم طريقة تانية،
مثل ما بدك، انا رح دق لعمك وخبره وين انت مخبايتي. لا لا لا، ما فيك تعمل هيك لخالتي. انت اللي رح تعملي هيك بخالتك مو انا. بس ليكي لسه فيك تساعديها. ليش عم تعمل هيك؟ هي شو عملت لك؟ رح ارجع اسالك لاخر مره، قولي شو عملت سومان وشو عمل مايانك معك؟ قولي شو عملوا اتنيناتهم؟ جاوبي، انت شكلك ما رح تحكي. لا لا تحكي معه لو سمحت، سكر لا تحكي. ألو؟ لا لا لا، انا كل شيء عملته كان مشان سونا، لانه مايانك اخذ له صوره وهي سكرانه وصار يبتزها. شو؟ نفس الحلم مرة تانية. إشكي، أنت منيحة؟ بنتي؟ أنت ما عم تنامي منيح من 6 شهور. القدير بيعلم شو قالك كل الوقت، وبشو بالك مشغول؟ اشكي حبيبي، فكري شوي. انت بدك ترجعي لهون مره ثانيه؟ خالتي، الذكرى دائما عايشه معنا، المكان ما بيغير شيء. اذا كنت هون او هنيك. شو انبسطتي يا انسه؟ كل شيء تدمر بسببك. يلا روحي من هون. هذا المكان الوحيد اللي قبلني بالشغل، مين بيتخيل اني ارجع لهون؟ من هلأ ورايح رح نكون بخير. هاي هي غرفتك، وهلأ رح قلن يجيبوا لك يونيفورم. وتذكري، ممنوع التأخير أبداً. الشغل من الساعة 7 الصبح للتسعة المساء يومياً، وما في عندك عطلة، تمام؟ إيه؟ ولازم تقدمي لي تقرير كل ساعة. أوكي. بنتي رح تشتغلي جارسون؟ وين المشكلة خالتي؟ مو مهم شو بدي اشتغل، المهم لقيت شغل. بدي اسألك سؤال. بعرف منيح شو بدك تسألي، وأنا بعرف شو رح تجاوبي. إذا بتعرفي ليش عم تسألي خالتي؟ أنا ما بقدر خبرك شو اللي صار من 6 شهور، بس أنتي كل هالوقت بتسألي نفس السؤال. قولي شو صار، قولي شو صار، قولي شو صار. انسي هالموضوع، يلا خلينا ننظف، ما في كتير وقت. واللي صار صار، نسي بقى، لازم نركز على اليوم، الماضي مو مهم. إشكي صح انك عم تضحكي بوشي، بس حتى ابتسامتك ما فيها تخبي وجعك. انا بعرف انك حزينه كتير. خالتي صح، من 6 شهور قلبي خدعني، بس هلأ عم حاول أنا اللي أخدع قلبي. إيه، ببتسم أحياناً، بضحك وبخدع حالي وبصدق إنه حزني انتهى. لإمتى رح تقدري تحاربي لحالك إشكي؟ لازم تلاقي حدا. وأنا ما قلت لأ خالتي، بس شو أعمل؟ بصرخ أنا بدي عريس، في حدا عنده عريس؟ في حدا؟ بحمل لفتة وبمشي بالشارع؟ أكيد لأ خالتي. إذا النصيب ما إجا ما بقدر جيبه. هاد نصيب، ما بتعرفي، يمكن يكون نصيبي هون بالمنتجع. ما بعد فكري بشي، تعي قعدي هون، أنا رح نضيف. تجي ناكل؟ بس أنا ما حضرت أي شيء. خالتي، لما كنتي أنتي عم تتخانقي مع شوفير التاكسي اليوم، أنا جبت كم غرض، رح جيبه. بتعرفي شو؟ ليش هذا الأكل كتير طيب؟ هي طعمة البهارات؟ لأنه بحط معها فلفل أسود كتير طيب، وبحط كاري.
ليكي وين صرنا؟ ما قدرت حتى اشتري لك شي أكلة طيبة. اشكي ما تقلقي، هذا الشغل رح يحل المشكلة. يا ربي أنا تأخرت، لازم أقوم، تأخرت. أنتي كلي، أنا نسيت شي. شو؟ هاد أول يوم إلي، طعميني مثل أيام زمان. ليش عم تبكي؟ لأني ما بقدر خبي دموعي مثلك أنتي إشكي. أهان غلط معك كتير كتير، أخذ منك كل شي. بس أنتي كل شي عندي، طول ما أنتي معي وجنبي ما بيهمني حدا بالعالم، كل شي رح يتحسن، طمني. أنا تأخرت، لازم روح، بحبك كتير. لحظة بنتي، أنتي لسه ما أكلتي شي، خدي يوم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.